أحد الذين تعرض للاعتداء. نعم دكتور محمد، أول شيء الحمد لله على سلامتك، احكينا بالضبط شو اللي صار. لكم أستاذ وتحية لكم ولقناتكم الموقرة. الله محييك، تفضل. في البدء طبعا احنا نريد نوضح الآليات اللي حدثت بها شلون احنا وحصلنا قطعة الأرض. مدير البلدية السابق اللي هو عبير المرحوم عبير يعني أعطانا يعني قال لنا أنه الأراضي التابعة للبلدية قد نفذت ولا توجد أراضي خاصة للجامعة، فبإمكان أمامكم حل واحد وهو أن تحددوا قطعة أرض زراعية وتذهبوا بالإجراءات الكاملة بتحويلها من صنف الأرض من وزارة الزراعة والمالية إلى وزارة البلديات. وهذا الموضوع شرعنا به ودفعنا الأموال وحتى شاغلي الأرض عوضناهم من نفقة جامعة كربلاء طبعا، وهذا كله بموافقة من بلدية كربلاء وموافقة أيضا من المحافظ نفسه، وشرعنا بالعمل. وعندما رفعنا وحولنا جنس الأرض من البلديات بعد عامين من المماطلة ودفع الأموال والأجور وكل هذه المعاناة، يعني الحمد لله والشكر فرحنا انه تحولت الارض لجنس الارض للبلديات وصلت الى مرحله الفرز. قدمنا رئيس جامعه كربلاء للمحافظ ان يشرع بالفرز وتوزيع الاراضي. يعني لاحظنا مماطله كبيره بهذا الموضوع. بعد ذلك فوجئنا انه المحافظ منح 200 دونم الى مستثمر شخص واحد. كيف تمنح قطعة 200 دونم ارض سكنية الى شخص مستثمر؟ انا بس افتهم باي قانون هذا الموجود. الشغل يعني الكتاب الاخر منح ايضا 100 دونم من هذه 330 الى العتبة العباسية باتفاق بيناتهم، وبقت الموظفين اللي هم اللي الجامعة كربلاء اللي دفعت كل شيء ودفعت وعوضت، وانتم عندكم وعندنا موافقة مسبقة من المحافظ نفسه، موافقة مسبقة من البلدية، وموافقة يعني والإجراءات والتعويضات، يابا هذا حقنا اللي انتم منحتونا. طب هل تتوقعون دكتور محمد ان تحصلوا على حقوقكم إذن، ام ستسلكون الطرق القانونية فيما يتعلق بتوزيع قطع الأراضي عليكم او حتى الاعتداء الذي تعرضتم له؟ عزيزتي احنا سلكنا كل الطرق القانونية، طرقنا كل الابواب من ضمنها الابواب النواب شخصا فردا فردا نواب البرلمان. هو في المحافظ تارة يقول سنمنحهم القطع الاراضي وتارة يقول لا نمنحهم، واحنا بقينا في دوامة. يعني بعدها توجهنا الى العتبة العباسية وقابلنا مدير مكتب احمد الصافي واللي هو أفضل الشامي، وقال أنتم من حقكم وهذا جهودكم ومن حقكم، لكنه لم يبذل أي شيء، مجرد تخدير ولم نلمس أي تغيير. طب العتبة العباسية يعني كيف رضت على نفسها تأخذ هذه الأراضي من عندكم وهي حقكم؟ غريبة يعني هذه. أيضا هذا حق الرد مكفول للعتبة العباسية، ولكن أنتم حولتم جنس الأرض كجامعة، إدارة الجامعة هي التي ذهبت وقامت بمعاملة تحويل جنس الأرض من زراعي إلى سكني، وأنتم الذين قمتم بعملية الفرز. الحكومة المحلية وين نايمة؟ يعني فقط قالت لكم روحوا أنتم اشتغلوا، أنتم ما لنا علاقة. موافقة مسبقة، موافقة عندنا زي ما هي واجبات الحكومة المحلية، هي اللي المفروض تقوم بعملية تحويل جنس الأرض، مو أنتم، مو واجبكم هذا. نعم صحيح، وعوضنا أهل الشاغلين الأرض، وبنفس الوقت وانتم عوضتوا شاغلين الارض، يعني مو الحكومه المحليه، لا مو الحكومه اللي عوض الشاغلين، انتم اللي عوضتوا شاغلي الارض. نعم جامعه كربلاء هي من قامت بذلك. نعم اكمل. نعم جامعه كربلاء هي من قامت بكل الاجراءات، والحقيقه احنا شعرنا بغضب كبير من قبل الحكومه المحليه، ويعني كانما شخص دي يتعامل وياك بالمزاجية، يعني هاي المزاجية اللي تعامل معنا بها المحافظ، يعني كأنما الحكومة المحلية أخذت الأمور ملبلبة جاهزة ملبلبة، أخذتها من عندكم وصادرتها، يلا طخوا رأسكم بالحائط، هاي معناها؟
والله هو هذا كان طحو الحديث بعد بس هالحكايه ما قالوا لنا يعني الصراحه. ومن طلعنا مظاهرات كلمنا يدز لنا الشغب يعني الصور استاذ جامعي طالع يقول له انه هذا حقي وهذا القانون وهذا الكتاب مالتي. اني رجال مسالم وحقي كفل الدستور، يطلع لي الشغب على مدير يعتدي عليه ويعتدي على الموظفات ويعتدي على التدريسيين. طيب ما دمتم لم تحصلوا يعني ما على التفاته من الجهات المعنيه دكتور محمد، ماذا ستفعلون اذا؟ اي الابواب لم تطرقوها حتى اللحظه؟ والله احنا حتى مرجعيه النجف ارسلنا اليوم بعد المظاهرات اخذنا كتاب تظلم، واحنا نطالبهم بان يعيد النظر بإدارة العتبة العباسية نفسها لأنه تتعدى على حقوق المواطنين بدون وجه حق. إحنا نريد المرجعية تدخلنا أولاً، نحتاج تدخل رئاسة الوزراء بالتحقيق بهذه، لأن كيف تمنح 200 دونا من أراضي سكنية إلى شخص واحد؟ ما هي الأموال اللي أو شنو العقد اللي كان بيناتهم؟ شنو السبب يعني؟ ما هي الأمور اللي راح يقدمها؟ يعني شنو هذا العقد الاستثماري غير بفائدة مثلاً للمحافظة؟ شنو الفائدة اللي يقدمها هذا العقد الاستثماري اللي يمنح أراضي سكنية تابعة الجامعة كربلاء يمنحها لشخص واحد؟ أريد أعرف أنا كشخص، أنا كمواطن وتدريسي أتمنى أعرف من المحافظ الجدوى من هذا الاستثمار.